معنا الأستاذ خالد غنايم من سكان سخنين. أخونا خالد بدرس الطب سنة ثالثة في جامعة تل أبيب. يعني طبعا أنت مشترك في مشروع الأدي حيوي لشريحة معينة في المجتمع في البلاد، حابين تطلعنا عن هذا المشروع. وخلينا بالأول نتعرف على حضرتك، أنت مين أنت؟ شكرا أبو محمد على المقدمة. زي ما قلت، اسمي خالد علي غنايم من مدينة سخنين. أنا طالب طب عام سنة ثالثة في جامعة تل أبيب، ومنصبي في المشروع اللي ذكرته هو مركز المجتمع العربي في مشروع كله براسك هكل بروش. حلو. المشروع بشكل عام راح أحكي عن أصوله وإيش هو بشكل مختصر. شركة جوجل العالمية اللي كلاتنا بنعرفها كل فترة بتعمل دعم لمبادرات ومشاريع ريادية اللي هدفها تدعم شرائح مختلفة من الناس في نطاق التكنولوجيا. وهي السنة اختارت الستارت اب الإسرائيلي اللي اسمه سيسمي إنيبل، الذين قاموا بتطوير تطبيق لدعم أشخاص ذوي الإعاقة اللي ما بيقدروا يحركوا إيديهم. كيف بنعرف التلفون الذكي اللي هو السمارت فون صار جزء لا يتجزأ من حياتنا، وفيش أي حدا بيقدر يتخيل حياته بدون ما يتصل بأصحابه أو بأهله أو يفوت على الإنترنت ويتصفح. ففي ناس، في شريحة من الناس للأسف منسية، ما بيقدروا يتمتعوا بهذا الإشي، وهن دائما متعلقين بشخص يكون يساعدهم. فهي الشركة قامت باختراع تطبيق اللي بتحلن يتحكموا بالتلفون عن طريق حركات راسهم بدون الحاجة لاستعمال إيديهن. والحمد لله بفضل هبة جوجل بقيمة $1,000,000 تم إقامة مشروع هكل بروش بدعم جوجل وبيت إيس شابيرا، وانطلق مشروع كله براسك اللي حاليا صار مسجل فيه أكثر من 300 شخص، وأكثر من 170 شخص صاروا مستلمين الجهاز. وإن شاء الله الإشي في تقدم، وإحنا بنشوف إنه كثير ناس حياتهم صارت تتغير للأحسن، صاروا مستقلين أكثر ويشاركوا في سوق العمل أكثر في زمن اللي كان ممكن يكون منسيين. إحنا بنحكي عن جهاز أو حركة الرأس، وهذا الجهاز يعني بشكل فعلي يعني بيلتزم بإيش في حركات للرأس. بالضبط، هو الجهاز بشكل أوتوماتي بتعرف على الرأس، وحسب حركات الرأس بتحرك مؤشر على الشاشة مثل مؤشر الفارة على الحاسوب. بس طبعا في ناس اللي ممكن فيش عندها حركة براسها، الجهاز بيقدر يتأقلم، واحنا بنقدر نقول له يتبع حركات ايد العربي. يعني قديش المستفيدين من هذا المشروع في الوسط العربي؟ اول ما بلشنا المشروع احنا توجهنا لكثير مؤسسات، واول التأمين الوطني في هدف انه نقيم قديش في ناس ممكن يستفيدوا من المشروع. للأسف انا كنت مفكر ان الاشي بس في اوساط معينة، بس في كل الدولة الناس ذوي الإعاقات هن ناس منسيين ومهملين. فحتى في التأمين الوطني لما قلنا لهم بدنا كم من شخص فيش عنده استعمال بإيديه، قالوا لنا فيش عندك أرقام. فالتعامل في التأمين الوطني هو فقط نسب مئوية. نعم. للإعاقة فيش عند المعلومات جاهزة، فإحنا انجبرنا نبلش هاي المعلومات نجمعها بشكل يدوي. نعم. حاليا كيف في التوقعات، في تقريبا 1,000 شخص ممكن يستفيد، بس لازم نصمم بالأول. نعم، لو تحدثنا عن الجهاز، فرجينا الجهاز. هذا هو الجهاز اللي تم تطويره. نعم. هو جهاز صغير بحجم المتحكم أصغر. لازم يكون على الطاولة أو على محل قريب جدا من ال. الجهاز بيشتغل عن طريق البلوتوث، وبيكفي يكون على بعد 10 متورة وأقل. في يعني في الغرفة، في الغرفة اللي موجودين فيها. عادة الناس اللي بتستعمل الجهاز عندهم كرسي، فإحنا بننصح إن يكون في كيس ورا الكرسي. وهو الجهاز فيه بطاريات سنتين أو حتى أكثر، فهو دائما مشغل في الخلفية. نعم، نتمنى لك التوفيق أستاذ. شكرا. الله يخليك يا رب. حاليا رح نستعمل التطبيق، فمن بشرح استعمل ايدي ورح اساوي عملية اللي كلاتنا بنعملها اللي هي اتصل بحد. من شان افتح التليفون بقول open sesame. لازم اشغلها. open sesame. لما اقول open sesame
بيفتح التلفون وبيبلش يتعرف على الوجه. مهو. بعدين ما تعرف على الوجه، طبعا اي وجه بتعرف عليه، بيظهر مؤشر على الشاشة مثل المؤشر اللي احنا متعودين عليه. هذا المؤشر في حال انا بوقف في محل معين لمدة ثانية او ثانيتين حسب اختيار المستخدم، ببين لي قائمة. هاي القائمة بتبين لي كل الاحتمالات الممكنة لمستعمل هاتف ذكي. اليمين هي تاب او كبس، الفوق هي سوايب او جر، وطبعا في عنا المزيد من الشغلات مثل كبسة طويلة واشياء مختلفة. وكل هذا بحركة الرأس. كلها بحركة الرأس. حاليا انا مش قاعد اصيب التلفون، فبرضه اذا بدي اتصل برضه عن طريق حركات الرأس. فانا حاليا كيف شايفين بدون ما اصيب الشاشة بقدر استعمل الهاتف الذكي واتصل بدون ما البس الشاشة. طبعا برضو لما انا اتصل المؤشر نغلقه مشان ما يغلش علينا. حاليا انا قدرت اتصل بالاخ امين بشير بدون الحاجة لانه اصيب الشاشة، واقدر اطفي الاتصال. فبتقدر تتخيلوا كل العمليات المختلفة. كذلك ايضا الابحار في الانترنت، ولا اكيد اكيد نفس الامر اكيد. فاذا انا ممكن افوت على هل الانترنت، بامكاني كتابة رسائل ايضا طبعا بحركة الرأس، اختيار طبعا الاحرف طبعا. مثلا افوت على الانترنت، هذا هو موقعنا اللي هو هاكول شحطة بروش نقطة اورج نقطة اي ال، عن طريق ممكن التسجيل. اذا انا بدي ادخل اشي في امكانية تكتب دبليو اقدر افوت على جوجل. انت بتتوقع انه هذا الامر يحل كثير مشاكل ويريح كثير ناس في الامر؟ طبعا انا